جزاكم الله خيرا. نختم هذا اللقاء فضيلة الشيخ بسؤال للأخت تقول: امرأة تستفسر وتقول هل يجوز أن نستمع لشخص يقرأ القرآن وهي حائض وهي ممسكة بمصحف وغير ذلك؟ مساك المصحف مباشرة للحائض لا يجوز ولا للجنب. قال صلى الله عليه وسلم: لا يمس القرآن إلا طاهر. لكن إذا أمسكه من وراء حائل فلا مانع، ولا مانع أن تستمع الحائض القرآن من المذياع أو من المسجل أو من القاري، لا بأس بذلك. نعم.